احنا دخلنا السوق دريك، الخير موجود الحمد لله، موجود النوع اللي بغيت الحمد لله. خالق السوق الغنم موجوده، خالي الكباش الى 60 70 الى 25، الدريه 25، وكيف تهل معيز الخير موجود الحمد لله، ما باقيش الحمد لله، الاكل هو جهد الحمد لله، السوق زين الحمد لله، ومتيسع، وهو الموقع مولي متيسع، ومجموع بلد واحد، واللي هوك لا يشوفوك خير من يعود من يشتت، والحمد لله لمن خالق مولي، النوع اللي بغيت مولي فم داير بك حامدين مولانا، لمن خالق ما احنا نسمعوش من الشيعه، احنا ما ريناها. ما ريناها الخير الحمد لله موجود، ولا من خالق الحمد لله، واللي جاي من السوق اللي بغى يتقدى ياسر، واللي بغى يتقدى شوي، ولا من الحمد لله خالق، اللهم لك الحمد. وهذا اللي لاهي نقول لكم، والله يصلح امورنا واموركم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام الشرق راح الكليوات، نحن جبنا غير من هون رحله عيون جديده في عيون اللي خلف الحمد لله جينا لها الرحبه، جبرنا فيها الحمد لله، الاماكن متاحه يعني كل شيء كل شيء كالسابق قبل الله يسلم الرحبه تبارك الله عامره، يا غير مثل واحد كاين عنها الطلب اكثر من العرض يعني كالسابق جايبين غنم انباعت لك الصوت طلع الصوت غالي اول ايام البارح اليوم الصوت غالي. الغنم راكم تشوفوها الغنم في الجوده ديالها مزيانه، اي ذاك الشيء الغنم هنا اللي كاينه راهي مزيانه. تكلموا مولي الحمد لله هذا العام زين، والعيد الحمد لله يا ربي حامدينك، الناس شاريه الحمد لله، والسوق ما هو غالي يا ربي حامدينك، والمواشي موجوده الحمد لله، ونتمناو زيد خير ساعة خير ومرحبا وسهلا. هذا أول مرة نجي، عجبني الأوضاع، عجبني كل شيء، شيء عيد مبارك كريم، تنتمنى كل واحد يعيد عيد بخير. السوق الجديد الحمد لله بخير، وداك الشيء زين ونقي الحمد لله، وكل بلاصة داك الشيء منظم مجهز، كل شيء بخير، موين العلف في بلاصتهم، موين ماشي في بلاصتهم، وداك الشيء الحمد لله زين. منظم داك الشيء تنظيم المنظمين تا هما داك الشيء ما نعادوش عليهم اخبار الحمد لله، والحمد لله كل شيء الناس كاين الامن، كاين الناس سيكيريتي خدامين معلفين كل شيء الحمد لله مألف كل شيء زين ونقي نظيف، كاين المسجد، كاين الناس اللي كيبيعوا يشريوا تا هما كل انسان عنده البلاصه ديالو فهمتي الحمد لله، والمجلس الاقليمي كل شيء الحمد لله ديال مدينه العيون كل شيء زين الحمد لله، كنشكرهم مزيان على هذا الاطار هذا، والحمد لله داك الشيء نظيف زين نقي، ونتمنوا الحمد لله من القدام يكون خير ان شاء الله. السوق مزيان، اثمنه مزيانه، الفصه العلف موجود، احنا جينا من قلعه سراغنا كنبيعوا الفصه من عام لعام، كنجيو وكنبيعوا العلف الشمندار كنجيبوا كل شيء هنايا، وداك الشيء مزيان كل شيء مزيان، والاجواء مزيانه كل شيء، هو هذاك الناس منظمين كل شيء. نحن والكسابه اللي في الصحراء كامل ما ولا في منطقه منطقه من دون ثانيه، احنا كاملين عندنا مشاكل ياسره، منها الماء، عنه الماء ما متوفر، فما يعني ما متوفر لنا الماء مثلا عن المصالح المعنيه، عنها لا يتوفر لنا شاحنات سهريجيه تنقل لنا الماء من الابار ولا من ولا عنهم يدعموا لا الناس بعد لا بالعلف ولا شي والو ما كاين شي. امال هنا تبارك الله هنا فيها الرحبه كل شيء متوفر لنا، سيتيرنات الماء كاينين هنا، العلف قريب منا كل شيء هون، الا فما عنه اقرب بئر لنا. نحن جايين من شرق بيرن زران من بلاد قال الكليوات ما راحين قالوا كليوات، فما اقرب بئر لنا بعيد لنا ب 150 كيلومتر، يعني الكميه محدده كتجيب وانت كتخلص في الشهر كتخلص 3 مليون ونص حتى 4 مليون باش لا يتم يسقي لك الغنم كل نهار.